زمان كانوا فاكرين إن العين بتشوف إزاي؟ إن العين بيطلع منها شعاع فبتشوف الأشياء، لغاية ما جه ابن سينا العالم العربي المسلم العظيم وهو قال لهم النظرية دي غلط، لو كده صح كنا شفنا في الضلمة. قال لهم لا، ده أكيد في مصدر للنور يصدر منه الإشعاع على الشيء فالعين تعرف تشوف، ينعكس ينعكس فالعين تشوف الانعكاس. مين مصدر النور اللي بيه شافت العيون في الكون كلها؟ الله نور السماوات والأرض. أعمل إيه مع اسم الله النور؟ قل له يا رب يلي نورت الكون نور قلبي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قل يا رب نور لي قلبي، نور لي طريقي. أصل خلي بالك، هو من الإنارة مش بس إن قلبك يبقى مؤمن، إنك تعرف تعمل الخطوة دي ولا لأ، أتجوز فلان ولا ما أتجوزوش، أسافر البعثة دي ولا ما أسافرهاش، أشتغل في الشركة دي ولا ما أشتغلش، أفتح البيزنس ده ولا بلاش أفتح الشركة دي دلوقتي، أعمل العمل ده ولا ما أعملوش. ده محتاج نور. توصينا بإيه؟ أوصيكم إن لازم دعاء النور يبقى موجود في حياتكم كل يوم، كلمة الدعاء بكلمة النور، وحوصيكم بتاعت أدعية واكتبوها عندكم، والناس اللي بتشوفنا تكتبها عنده. الدعاء الأولاني دعاء النبي وهو رايح الصلاة كل يوم، يعني بيقوله 5 مرات في اليوم. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي وجهي نورا، وفي لساني نورا، وفي عيني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، نور لي كل الاتجاهات، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. بيقولوا النبي بيقولوا 5 مرات كل يوم. النور مهم قوي في حياتك، عشان تعرفي قد ايه مهم. تخيلي انك عايشه في اوضه ضلمه، تخيلي لو ما فيش شمس. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه. في دول الاسكندنافيه، في السويد وفنلندا، بيقعدوا 6 اشهر في السنه الشمس بتطلع من 12 الظهر ل 2 الظهر. انا رحتها في الوقت ده، الشمس تطلع 12 الظهر، تصلي الفجر الساعه 10 الصبح، الشمس 12 الظهر، المغرب 2 الظهر. أما حياتي، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ فكمان لما تتخيلي الصورة دي، تخيلي قلبك بقى وحياتك، وعايزة الاختيارات في الحياة. يا جماعة لازم أدعية النور، 3 أدعية. الدعاء الأولاني، اللهم اجعل من أمامي نورا، ومن اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي عيني نورا، وفي وجهي نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ومن أمامي ومن خلفي. الدعاء الثاني دعاء في القرآن، وأدعية القرآن فيها أسرار يا جماعة، ادعوا بيها. ده ربنا من ملايين الأدعية اللي دعت بيها البشرية من ساعة آدم لغاية يوم القيامة، اختار 40-50 دعوة، هم حوالي 40 دعوة، خلدهم في كتاب يبقى فيهم سر. إيه الدعوة؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كل ما تبقي داخلة على حاجة مهمة في الحياة، مقابلة، انترفيو مهم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الدعوة الثالثة أحد أدعية الصالحين، وأنا من كتر ما حبيتها بقيت أنا كل يوم بدعي بها، اللهم املأ قلبي نورا وإيمانا ويقينا ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. إن شاء الله تقولي نورا بس، لكن لازم النور في دعائك كل يوم. أنت محتاج للنور، محتاج تعيش بالنور. طيب بصوا حواليكوا كده، شايفين الله نور السماوات والأرض منعكسة إزاي على كل حاجة، كأن كل تفصيلة. لا بالله عليكم قلبوا عيونكم، والناس اللي بيشوفونا لفوا معانا كده مع الكاميرا وهي بتستعرض الكون من حوالينا. تخيل كل ذرة حواليك منورة مكتوب عليها الله نور السماوات والأرض. أنا شايف الشجرة بعيني اللي هناك دي، أهي كأن مكتوب عليها صنع الله نور السماوات والأرض. شايف البحر اللي وراك؟ بص السحابة اللي فوق دي. يا ترى قلبك ايه هنا؟ يا ترى محمد قلبك منور بنور الله؟ ازاي ينور بنور الله؟ الذكر. كل عبادة من العبادات لها شغلة، شغلة الذكر ينور لك قلبك ويحيي بقية العبادات، يخلي فيها روح. الذكر يا جماعة، الذكر يا تسنيم، الذكر يا ابراهيم، يا ناس اللي بتشوفونا، الذكر هو اللي هينور قلبك.
ويخلي ربنا ينور لك اختياراتك.